السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لموضوع الانتخابات القادمة، يعني احنا جاي انتخابات ومع الأسف الكثيرين ما مهتمين، بس يعني قبل أبدأ موضوع الانتخابات اسمع هالقضية. إيلون ماسك صاحب شركة سبيس اكس وتسلا للسيارات، في لقاء وياه وبرودكاست كان قاعد قال له شركة سامسونج دائما تفتخر وتتواهى بكاميرتها ويصوروها وبا حتى القمر، والقمر يطلعوا من قريب إلى درجة أنه يعني إذا واحد قاعد يغسل السيارة مالته ومالت الصوندة إذا أكو موجود هناك على القمر راح تشوفه. المحاور قال له فعلا هذا الكلام ودائما تتباهى وتقول كاميراتنا وشركة سامسونج. قال له أحد الأشخاص، وطبعا الفيديو انعرض، أحد الأشخاص قال له جاب في شاشة خلى صورة شلون القمر في الضوء دائري وبدأ يصور ويقرب زوم لحد ما كان تطلع صورة قمر. قال تبين أنه الذكاء الصناعي، بعدين شركة سامسونج اعترفت بيها أنهم خليهم صورة قمر، فتبين هذا الشيء هذا، أو شركة سامسونج ما اعترفت، ولكن ما بمعنى أنه إحنا مهندسين الذكاء الصناعي سووها. إنجليزيتي في الحقيقة يعني على قدي، فما وذاكرتي على قدي. شركة أبل طبعاً بدأت تطبل وباعوا شلون، وإحنا وعدنا مصداقية وكذا. الشركات إذا أبل وإذا سامسونج وإذا هواوي، أي شركة كانت أو سيارات أو شراء وبيع بيوت، هاي تفكر شلون تسوي فلوس من جيبك. يعني أكو درس اسمه How you make money from customer pocket، شلون تسوي فلوس من جيب الزبون. من تيجي أنت الآن إلى الانتخابات، وعندنا الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي الآن هي الخيارات. الموضوع مو موضوع أبل آيفون لو سامسونج، ريال مدريد أو برشلونة، الدولمة لو المحاش. الموضوع أنه أنت ساكن في الولايات المتحدة الأمريكية كجالية عربية، كجارية شرق أوسط، حتى وإن كنت أنت مسيحي، حتى وإن كنت أنت كردي صابئي، نحن نتكلم عن جالية الشرق الأوسط. أي الحزبين أفضل إليك أنه تطلع صوتك إليه؟ طبعاً أنا باعتبار ده أقول إن شاء الله كل راح تطلع تنتخب، يعني كل ما فوق 18 سنة راح ينتخب، أو تجيب البريد الأوراق وينتخب يترسها بدون ما يروح أنه مثلاً يجوز يحتاج يعني مساعدة في اللغة الإنجليزية، أو يريد يسوي أنه بحث يشوف أيهما أفضل، الحزب الجمهوري أم الحزب الديمقراطي. في الحقيقة يعني كان عندي كلام مع الأخ أحمد الحائك أبو موسى، لفت انتباهي إلى قضية. قال لي الحزب الجمهوري ما بي ولا مسلم، فهنا الحزب الديمقراطي بي مسلمين. على سبيل المثال هو الرجل ذكرني بها، قال لي دكتور محمد أوز، هذا إذا قال محمد أوز قال الـ FDA نطوا بروف، عندهم لقام ولا قعد. وأوبرا ونفري يوميا مستضيفته كانت في البرامج مالتها، والأمريكان يثقون بي وبالإعلانات تطلع. هذا رشح عن الحزب الجمهوري في بنسلفانيا على ما أظن، على ما أذكر. فاتوا الناخبين انتخبوا الحزب الديمقراطي ضده، يعني راحوا للمرشح الحزب الديمقراطي انتخبوه، ما انتخبوا له. هذا يعتبرون مسلم إرهابي. باكستاني رجل أو أفغاني هندي ما أعرف، لكن موضوعي أني إحنا علينا أن نعرف شلون نختار ونميز. هسه واحد يقول لي انه التنسيات بايدن من يقول اني كنت اريد اصير يهودي واصبح صهيوني، ووالدي هذا اللقاء هو بنفسه شايفه، قال انا والدي قال لي ما يحتاج انت تكون يهودي حتى تكون صهيوني، تستطيع ان تكون صهيوني. هذا موضوع ثاني ان شاء الله اتكلم لكم به، انه احنا عندنا المسيحيين الصهاينه، يعني مو يهودي، هو مسيح ولكن صهيوني ويميل الى الصهيونيه العالميه ويشتغل مع الصهيونيه العالميه، هذا موضوع ثاني. فالبعض سيقول لك انه تجاه قاعد تقول انت تخبر الحزب الديمقراطي وبايدن صهيوني، ويقول انا صهيوني وبايدن قال انه منظمة حماس ارهابيين وحزب الله ارهابيين، واحنا فرحين انهم قتل سيد حسن نصر الله الله يرحمه، وانت تقول انه حسن نصر الله مجاهد وقائد. شوفوا اكو اعلام سياسي انا حصل اصوات، مثل ما ضربت لكم مثلا على ابل وسامسونج، وأكو إعلام محايد، هذول يشتغلون من أجل أصوات. شيء يذكر، هيلاري كلينتون في كتابها، بسوت كتاب يعني ألفت كتاب بعد ما
يعني فشلت في الوصول إلى البيت الأبيض ضد ترامب. أحد الأخوة الطانية مشكورا الأخ باسم الأطرقش أبو محمد قال هذا كتاب فشد أقربي. فالفصل الأول أو المقدمة كانت تتكلم قالت أنه عرض علي أوباما أنه تعالي وزم وزارة الخارجية واشتغلي، وأني كنت أتذكر أنه أنا أختصركم طبعا هم الديباجة حشم يعني كلامهم كلش قوي، ومن كنا نشتغل مع اليونين النقابات وندافع عن المظلومين ونترافع عن دول أصحاب الدخل اللو إنكم يسموهم، خلينا نقول الدخل المحدود أو الدخل البسيط، وكنا بعد ساعات العمل نروح نشتغل ياهم. هذول كلهم يعني هي بذاك الوقت من كانت تشتغل تريد تكسب أصوات، حتى أنا بعدين من أرشح أطب للكونغرس للمجلس النواب أنا أكو أصوات ناس تنتخبني تقول لك والله كانت شريفة بالتوادم الدافع عنه. هذا إعلام السياسي أنا شلون أحصل أصوات. على سبيل المثال بايدن وهو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصحف الإسرائيلية قال يعني أول ما صار ضربة سيد حسن نصر الله يرحمه قالت انه بايدن قال اني ما بمعنى انه قال اني ما ايد انه ضربون وطبون في مجال الاغتيالات وقتلوا، وخاصه راح يروحون اكيد بها مدنيين، ولكن نتنياهو السبع البطل فارس الصحراء وخيال الشقره وقائد الابطال شو كان صدام حسين ام المعارك نفذ وضرب. يا سبحان الله تاليه البارحه ايران هفتهم 200 صاروخ طلع سترته معقشه، ومثل ذاك الرجال من نصيحة غدر الغادرون بنا وانهزم، ذاك اخته مثل جريدي وهذا اخته يركض بالملاجئ. فالصحف الاسرائيليه قالت هذا مقبل يطي مقبل يوافق على انه ضربه. اكو شيء عند الحزب الديمقراطي، يعني حتى من صارت المناظره الاولى بين ترامب وكمالا هارس البعض قال لك انه كانت عندها شويه ضبابيه الخطه مالتها، عندها خطه انه اني اساعد ذول اللو انكم البناء يكون انه انسهل البناء العمل الضرائب، عندها خطه عندها مبدا ذول من يعطون كلمه يلتزمون بيها. هم على سبيل المثال اوباما بالانتخابات الثانيه قال انا راح ازيد مثلا اللاجئين من 400 دولار كانت يسموها الويلكم الترحيب الى 900 دولار. ورا سنه قالوا له وينك؟ وين شروخك؟ وين ملاعيبك؟ انت وعدت بها هاي ما اظن ان شاء الله طبعا الوعد بها. الحزب الجمهور كلش ما يسوي. البارحه انا دزيت الصوره الى مجموعه اشخاص دي جي فانز اللي هو ترامب اختاره نائب له في حاله ترامب صار رئيس، هذا النائب مالته. يقول علينا بترحيل المهاجرين حتى نوفر فرص عمل الى الامريكيين. هذول اللي يحشون من كل عقلهم، وترامب سواها، سوى بان على مجموعة الدول العربية، وطلع يقول احنا شنو نجيب من ذول الدول الكذا، نريد من النرويج. هذا ترامب، وهاي الخطة مال الحزب الجمهوري. جماعة ترامب يذكروني بجماعة معاوية الرواية اللي قريتها أنا تقول جاء شخص قال له هذا الناقة ماتي يا معاوية هذا بيعي، راحوا المعاوية ذاك جاب 50 واحد شهدوا هاي ناقة وهذا فقدها بالجمل، حكم بيها قال له لا تطيه إياه، وبعدين نطاه فلوس هذا الكوفي قال له اذهب لصاحبك، ورواية تقول الفرزدق كان جالس شعر آل بيت، قال له اذهب لصاحبك يقصد علي إمام عليه السلام أأتيك بقوم أو أقاتلك بقوم لا يميزون بين الناقة والبعير، ما يعرفون النثية من الفحل، الجمل من الناقة، البعير من الناقة. جماعة ترامب ترى نفس الشيء، الله وكيل قالهم طلعوا فاتوا طلعوا ماخذين أحبال وهاجموا الكابيتال، ايش درد نسوي نشنق مايكل بينس النائب مالته بذاك الوقت لأنه راح يصادق على نتائج الانتخابات ويقول بايدن فاز. ذولا جماعته ترامب ما اشتغل هو وجماعته إلا على نفسهم. فأنت من تجي تقول آني ما أنتخب أو تجي تقول أني أنتخب ترامب شنو سواه؟ يعني إحنا يقول لك المثل العلايل دغ المؤمن جحر مرتين. أنت تجي ترجع تنتخب ترامب شو سوى لك ترامب؟ ترامب كلش ما سوى، اشتغل نفسه فقط نفسه والجماعة مالته
الداعمين، ولا هو سوى حضر على دول المسلمين، وقف أو أرقل كثير من عمليات الهجرة واللجوء. فهد قال القدس عاصمة كيان الصهيوني، ويعجبكم ما يعجبكم. قتل سليماني وقتل أبو مهدي المهندس، اللي كانت القيادات في وزارة الدفاع الأمريكية رافضة هذا العمل، قالوا أن هذولا حربونا داعش وسووا وحطوا، إحنا مسألة إحنا ما عاجبنا عملهم في سوريا، لأن سوريا عندنا مصر، هذا موضوع ثاني. ولكن دول قضوا على داعش، داعش كان يهدد خطوط، يعني وجود، سووا هم تنظيم إرهابي وما سيطروا عليه بعد. فلذلك من تجي انت تقول اني ما احنا لن نغلط غلطه الاجيال السابقه، الاجيال السابقه شنو اللي سوته؟ قالت انا ما له علاقه وما ادخل شنو هو اللي جو بالسبعينات والثمانينات والتسعينات وحتى الالفينات، اللي صار لهم 40 و50 سنه وقسم صار لهم 30 سنه، اللي صار شنو الان؟ احنا العرب ليس لنا وجود، الشرق الاوسط ليس لنا وجود، ما مهمشين. يعني خلف الله على الحزب الديمقراطي على قولة أبو موسى ساندو إلهان عمر بمسلمين على مستوى الكونغرس، على مستوى السيتي المدينة، على مستوى الكاونتي. أما الحزب الجمهوري لا يمكن يلفي لك أحد، لا يمكن يخب لك. ولا تصورون، يعني هذا ترى تصريح من مجموعة تصريحات كثيرة لهذا الجي فانس، أنه يقول لك أنه إحنا نمنعهم أنت تأخذ الجنسية. مثلا على سبيل المثال جيت هنا أخذت الجنسية، ابني اخذ الجواز او بنتي اخذت الجواز بس ما خدموا عن ناتشرايزيشن، اقول لك من حقنا نسحب الجواز من عندهم نطردهم. هذا اللي يريد يسويه. بالمناسبه ترامب، هاي جماعه اللو انكم، ترامب كان يريد يلغي حتى الفود ستامب ويسويها صندوق، يقول ذول نعطيهم صندوق بالمواد الغذائيه. وقال له للمستشار مالته، قال له ترى اكثر اللي انتخبوك وايدوك خاصه ذول جماعه الكاونتري، ترى ذول هم المستفادين من هذا البرنامج، اذا لغيت ذول بعد مين تخبوك؟ وبدل عليه، قالوا له مترهام وشون وبي اكسباير وكذا وشون توصل وشون تروح واي شركه راح تروح له. كل القرارات اللي يسويها ترامب ضدنا احنا. اللي اريد اقول انه ترى احنا اذا هالسنه والانتخابات هاي والوراها اذا حتى مدعم من الحزب الديمقراطي، الحزب الديمقراطي بعد ما يعترف بينا. واخيرا وليس اخرا، خلي نكون منظمين مره واحده في حياتنا، حتى لا بعدين أبنائنا وأحفادنا إذا شاء الله واحد عنده ذرية يدفع الثمن. إحنا مريد بعد ذولا يدفعون الثمن مثل ما صحنا ده ندفع ثمن الكسالة الآخرين اللي جوي قبلنا وما سووا شيء. لا تصورون ترى الشرق الأوسط راح يصير براسه خير وراح تكف أيدي الشر عنه. إحنا نقدر نغير، نقدر نغير هناية، نبديها ننتخب ونفرض أنه ما تسوون هذا، وراح نعطيكم اصواتنا. اذا ما اعطيتوا اصواتنا راح نشوف لنا ترى مرشح. يعني انا هاي من 2009 شو تقولهم، خلينا نشوف لنا مسلم مولود هنا في امريكا، نبدي بالجامع بالحسينيه بمركز اسلامي بالكنيسه، يابا واحد من ربعنا انولد هنا وبراسه خير ويرشح. ابسط الامور، ابسط الامور نحصل تامين صحي بدون منيه ولو انكم وهاي انكم لا لا، تامين صحي ترى كمواطن مولود عندي تامين صحي وتعليم مجاني، قروض لذوي الدخل المحدود مثلا بدون فائدة أو فائدة قليلة بالنسبة للي يشتري بيت أو مثلا يشتري سيارة أو يعني هاي احنا لازم نبدي بيها. وبعدين نبدي نفرض على الشرق الأوسط ما تسوون كذا، تسحبون القوات ما تكونون. يعني على سبيل المثال الآن أنه هم مثلا الديمقراطيين يقول لك احنا عندنا حل الدولتين، أنا نرجع على حدود 67 تحل الدولتين وضمان أنه كل من الأمن والأمان، أنه كل من له حقوقه وخصوصا فضل. هسه هذا مو الحل المثالي، إحنا فلسطين محتلة، ولكن عندهم 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 خطة. ترامب لا يعجبكم ما يعجبكم الحزب الجمهوري نذبحوهم. يعني حتى هاي الزيارة الأخيرة أنه قال أنه أني راح أطب مفاوضات وأقعد وكذا، مجرد ما التقى بترامب طلع ورا يومين نتنياهو قال أني لا أتفاوض ولا شيء، وركب راسه وراح وطاح هو دفع الثمن غلط. فأخوان أني هاي المرة الثانية وثالثة لكم، ترى أنا مو مخلي شي بجيبي، أنا من النوع اللي دا أستلم من المواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا فلوس، أنا ما أستلم فلوس ولا راح أستلم فلوس ولا أقبل أستلم فلوس، لأن من يطلق فلوس سبونسر يعني ما راح تكون أنت عبد لهم، تتكلم بكلامهم يقول لك هذا السبونسر راح يحسب نفسه، فأنا مو من النوع هذا. ألمن الفيسبوك قال لي أنطيك $100 بالمدري شنو،
وما قبلت، خلي الاكونت مالته، خلي الباي بال، ما سويته. انا بالنسبه لي كل اللي اريدك تقول لي رحم الله والديك وفعلا تتحرك بايجابيه. ما اقول لك سوي لايك وشير وسبسكرايب، انت روح بنفسك قول يابا خلينا نطلع ننتخب، خلي يصير براسنا خير، خلي نكون احنا في يد واحده وندعم بعضنا البعض، ونقدر نسبب ثقل مستقبلا هم يتصلون بينا وهم اللي يحاولون يقولون ايش تردون وشنو المشاكل اللي عندكم، شنو المقترحات اللي عندكم. واخيرا اسال الله العفو والعافيه والامن والامان للجميع. السلام عليكم.